قرار اللي اخذته قيادة وكتلة حركة النهضة قرار إيجابي، لأن كل الأطراف السياسية في بلادنا في حاجة إلى إعادة بناء الثقة فيما بينها في ظل أزمة سياسية الحالية، من أجل توفير الظروف الضرورية لإنجاح الشوط الأخير من المرحلة الانتقالية في بلادنا في المسارات الثلاثة. يبقى الآن اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل سحب تنقيحات المدخلة على الفصلين 36 و 79 في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي. ونحب اللح باسم الكتلة وباسم حزب التكتل على تمسكنا القوي بأن يطلع المجلس الوطني التأسيسي بمهامه كاملة إلى نهاية هذه المرحلة الانتقالية إن شاء الله، بانتخاب المجلس النيابي الجديد وتوليه لمهامه، من هذا حرصا على تواصل الدولة واستمرار مؤسساتها. الجلسة العامة اللي فيها باش يتم سحب هالتنقيحات هذه 36 و 79، طبعا وقت اللي تتسوى الأمور على الأساس هذايا وتتضبط في مكتب المجلس على الأساس هذايا، احنا باش نكونوا حاضرين في هالجلسة.